ازاي نشجع الناس انها تنزل وتقول صوتها وتدلي بصوتها؟ وده حاجة ما خدناهاش بسهولة، يعني قعدنا سنين بنحاول ندور على دور لينا، واخيرا بعد ثورة 30 يونيو اعتقد ان ده بقى شيء متاح لينا جميعا، حق واخدناه. ازاي الناس تتنازل عنه؟ خليني بس مبدئيا ابدا بالجزء الاخير من سؤال حضرتك، وهو اللي هو لم ناخذ يعني قط قليل، ولكن كان وقت كبير جدا لحد ما وصلنا لهذه المشاركه السياسيه اللي بننتظرها من الجماهير المصريه. ربما المشاركه السياسيه في حد ذاتها تعد يعني معيار مهم جدا على يعني قيمة الدول، ومعيار مهم فيما يخص مدى ديمقراطية الدولة. هل هذه الدولة ديمقراطية؟ هل بننعم بمناخ سياسي جيد؟ يظهر جيدا فيما يخص المشاركة السياسية. أما لو تراجعت المشاركة السياسية، بالتالي لدينا جودة سياسية أو حياة سياسية ليست على ما يرام. أعتقد أنه مؤخرا وبعد الثورات اللي شهدناها في مصر بنلاقي أنه في مشاركة سياسية جيدة، حتى أنه مصادر الإعلام كلها أو وسائل الإعلام تصدرت المشاركة السياسية، ومش بس التوعية، لكن تخطينا مرحلة التوعية لمرحلة الإشادة بهذه المشاركة السياسية. خليني أوضح أن المشاركة السياسية بتتم على مرحلتين، ربما المرحلة الإجرائية وهي المتعارف عليها للمواطن العادي، وهي أنه ينزل يصوت للانتخابات لمرشح بعينه، ربما يشارك في حزب بعينه أو يشارك في مؤتمر سياسي أو منتدى سياسي. هذه هي المشاركة السياسية الإجرائية، أنه اتخذ إجراء. من هنا أقدر أقول أنه هذا المواطن عنده حالة من المشاركة السياسية، لكنها في مفهومها الموجز ولكنه أيضا الأعمق، وهو كيفية التأثير على صانع القرار. ربما إذا أردت أن تؤثر على صانع القرار لك أن تنزل في الانتخابات القادمة. ده اللي يعني بيكمن في أهمية أيضا المشاركة السياسية. لو جينا نتكلم عن أهمية المشاركة السياسية، نبدأ بالعكس، أنه ليست فقط في أنك مشاركة تضامنية أو حتى كيف تكون إيجابية، لكن أيضا مجرد أنك لو تريد مطالب بعينها، لو لديك حياة أو تنمية أفضل، بالتالي يجب أن تنزل في الانتخابات القادمة، أو أن يكون لك مشاركة سياسية بشكل أفضل. المشاركة السياسية ليست على مستوى المواطن العادي، لكنها أيضا على مستوى المؤسسات. تبدأ من المؤسسات التنفيذية وحتى المؤسسات التشريعية. القضائية طبعا وهي مستقلة لها أيضا مشاركتها، لكن كيف تصل هذه المشاركة إلى الإنسان أو المواطن العادي؟ تأتي من خلال المؤسسات اللي ذكرناها، تنفيذية وتشريعية، وحتى الأحزاب والنقابات والمجتمع الأهلي والمدني. ده